ماما خلاص نامت. يعني ايه نامت؟ يعني حطت راسها على المخدة ونامت. لا والله صدق اول مره اعرف ان الواحد لما يحط راسه على المخده بينام. مخده ايه يا منيره؟ انا بتكلم ازاي تناموا السبنه محروقين كده؟ ايه يا عمر انت بتزعق ليه؟ وبعدين خلاص بقى بعد اذنكم يلا، لسه بدري قوي على الجلسه الثانيه، مش هنروح المحكمه النهارده يعني. لا لا مش النهارده يا يوسف، لا النهارده زي اي يوم. انتوا مش عارفين امكم يعني بتفكر ازاي؟ بتفكر ازاي بقى يعني؟ انها تروح المحكمه وتقول ان دي امضتي وتضيع عليكم 300 مليون؟ طب ما تشغلوش انتوا بالكم بالتفكير، انا هدخل لها عادي يعني. رايحه فين؟ مفيش دخول. ايه يا منيره ده؟ انت هتمنعيني ان انا ادخل لامي؟ امنعك وتوطي صوتك، سامعه ولا لا؟ قول لهم يا يوسف، قول لهم ماما قد ايه في ادويه جنبها على كومودينو، حرام عليكي. يعني ايه برضه تنام وتسيبنا كده؟ هنفضل احنا محروقين ونهر وننكت في نفسنا؟ ما ينفعش. خلاص يا اخوانا خلاص يا خلاص خلاص. ليه؟ لا. لا 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 مش هتدخل انت كمان يا حاج، انت بتمد ايدك عليا. خلاص ايه يا خالد اتهضمنا قدامنا ولا ايه؟ دي ولية اتهبلت. ايوه اتهبلت، وتوطوا صوتكم، انتوا سامعين ولا لا؟ على فكره مش انا اللي اتهبلت، انتوا اللي اتهبلتوا، انتوا اللي الفلوس هبلتكم خلتكم بقيتوا عاملين زي الكلاب السهرانه. الست اللي جوه دي لو راحت انتوا مش هتسووا حاجه. على فكرة الفلوس دي ولا حاجة ولا حاجة، لأن كل واحد فيكم عنده بيته وعنده مراته وعنده عياله. أنا اللي لو جرالها حاجة حبود، أنا ما هديش حاجة خالص. فكل واحد فيكم يقف هنا أو يدخل البيت ده يعمل حسابه إن الست دي لو جرالها حاجة في غيركم عايزينها. أنا عايزة أمي، سامعين ولا لا؟ واللي هيجي هنا يسمع كلام ماما، واللي هتقوله ماما هو اللي هيمشي. يعني لو قالت ان محدش له مليم محدش هياخد جني، سامعين ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا منيرة؟ يعني هو ده ردها؟ هي قالت لك انها هتروح وتشهد في المحكمة؟ يا نهار اسود، قلت لكم وقتوا صوتكم وقتوا صوتكم. زي ما هي عايزة هنعمل، سامعين ولا لا؟ وهي قالت لي روحوا وانا لما فوق هبقى اكلمه. يلا يلا مع السلامة يا اخواتي. يلا 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 بعد اذنكم. يلا انتوا هتطردونا ولا انتوا اتجننتوا؟ يلا. هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالى عايزك. شو حنان؟ حاسب. ممكن افهم ايه اللي معادك هنا؟ وانت عايزني اقعد لوحدي ليه؟ هنا في طنط منيره. لا انت قاعده هنا عشان عينك تبقى على كل حاجه، عشان ما اخدش الفلوس واجري، صح؟ افرض هتلعب فيا بقى، انا اللي بنت كلب شكاكه وانت الحقاني الامير يا جمال. يعني بغض النظر عن رايك في ابوك الله يرحمه، بس اللي انا عايز اقوله لك ان امي مش حمل زن يا وفاء. أمي مش حمل زن. اطمن، مش هزن على أمك ولا هعرف أزن على منيرة، لأن اللي فيها مكفيها. أنا لو عايز أزن بجد هزن عليك أنت عشان تخلص الاتفاق اللي بينا. على فكرة أنا مطلقك، أنت مش واخدة بالك من الحكاية دي؟ أنا مطلقك يا وفاء. هترديني؟ طنط قالت كده. إيه مال؟ مستغرب ولا إيه؟ اوعى تكون مستغرب من بجاحتي مثلا. انا خلاص بعت كرامتي وقبضت تمنها، تمن قد كده اهو، ما خدتش منه الا عربون، بس هاخده يا كمال، هاخد كل حقي. حاسب. دي رجله؟ ايوه بس كبيرة شوية.
ما شاء الله حجمه كويس وكمان وضعه في الرحم ممتاز. طيب نقدر نعرف نوعه دلوقتي؟ لا لسه بدري قوي، يمكن على نهايه الشهر الخامس كده نقدر نقول لك. يلا يوصل بالسلامه ان شاء الله. اتأخرت ليه كده يا هاني؟ بقالي ساعتين بدور في الدمرداش اشوف القصر العيني على مكان لضحى تعمل فيه العمليه الجديده. عمليه جديده؟ ايوه ده لي عمليه بكره لازم يعملوها لها ومفيش ولا خرم في اي مكان. طب وانت بتدور ليه بره؟ ما تعملها هنا في المستشفى زي العمليتين اللي فاتوا. هي الفلوس خلصت؟ والله ده اللي انا مش عارف اقول لك ايه والله. ما تقولش حاجه، ما دام الفلوس ما خلصتش تطلع دلوقتي تدفع فلوس العمليه بتاعه ضحى. يلا يا هاني. انت فاكرني زعلانه؟ انا مش زعلانه يا هاني، والله انا ما زعلانه. اقول لك بعد ما الازمه دي تعدي ان شاء الله انا هاخدك ونطلع العين السخنه نقضي اسبوع انا وانت هناك، هيبقى احلى اسبوع في الجوازه. انت كويسه يا داليا؟ ايوه والله انا كويسه، كويسه جدا كمان. طب لما الفلوس تخلص وانت ضامنه يعني امك هتعمل معاكي ايه؟ وهو مين ضامن ايه يا هاني؟ محدش ضامن حاجه. هي ضحى لما نزلت على ملا وشها عشان تروح تشتري الدفايه في العرض بنص ثمنها كانت عارفه اللي هيجرى لها؟ كانت عارفه ان هي هتتمرمط في العمليات كده وفي الرعايه المركزه بالشكل ده؟ ولا بعت الارض؟ هو احنا كنا عارفين ان ايهاب هيقفلنا فيها كده زي لقمه في الزور؟ محدش ضامن حاجه يا هاني. وانا عن نفسي الحاجه الوحيده اللي انا ضمنها هي اللحظه اللي انا عايشاها دلوقتي، عشان كده قررت انا مش هفوت لحظه في عمري من غير ما ابقى مبسوطه. اوعى تفتكر ان انا زعلانه، انا والله العظيم ما زعلانه، انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان ضحى تبقى كويسه. يا ابني البني ادم نفس طالع مش داخل ودي بني ادم. والنبي يا هادي خلاص اهدي بس، كله هيبقى تمام. كله هيبقى تمام. يلا ماما عمرها ما هتعمل كده، عمرها ما هتنكر امضتها، انت عارف كده كويس وكلنا عارفين ده صح؟ صح. لا 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 لا، هي ماما بس تلاقيها مخضوضة شوية بس، يعني ما كانش جاي في بالها يعني انها تروح محاكم وتشهد والله العظيم اقول الحق والجو ده، يعني هي بس يعني اكيد يعني لما تقعد مع نفسها وتفكر شويه اكيد مش هتيجي علينا، يعني مش هتضيع مننا حقنا، يعني وخصوصا انها عارفه ان ده حقنا صح. ايه بقالي ساعه بتكلم وانت قاعد ما بتنطقش، ايه صنم قاعد قدامي؟ لا مش الفكره يعني، بس اصل انت كده هتتجنن خالص يا عمر، يعني بالراحه اهدى على نفسك مش كده؟ اهدى ايه بس يا عم كمال؟ اهدى ايه بس؟ اهدى ايه؟ معقوله؟ معقوله ست نفار يجي نفر واحد زي ايهاب الزفت ده ياخد الجمل بما حمل؟ الله، واحنا هناخد ايه؟ هناخد ايه احنا؟ العربون؟ بس؟ لا 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 لا. طب لعلمكم بقى، الفلوس لو اتقسمت على 8 مش على 7 وهو اخد نسبه زيه زينا بالظبط، ده يبوس ايده وشه وظهر، ده يحمد ربنا. هو ايه هيتبطر على النعمه يعني؟ على فكره ماما لو راحت شهدت عليه مش هيطول ولا مليم، يبقى ايه بقى ما يرضى؟ طب ايه هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم، يعني هنسيب، طب هنسيب يعني هنسيب الملايين كده تروح واحنا شايفينها قدام عينينا؟ يعني ما مش معقول برضه، يعني عشان حته ورقه معفنه بصراحه، هي ورقه معفنه يعني. يا نهار اسود يا نهار اسود. مش عارف بقى. مش عارف ايه يا كمان؟ هي الملايين جت اصلا عشان تروح؟ احنا كلنا لازم نقتنع بحاجه واحده بس، ان خلاص نصيبنا خدناه اللي هو العربون وبس. لا يا حبيبي، الكلمتين دول تروح تغنيهم في اغنيه من اغانيك، فاهمني؟ الله، ايه ده؟ انا مستغربك جدا على فكره، مستغربك بجد. معقوله يعني واحد زيك مش محتاج فلوس؟ يا ابني انت داخل على جواز وشريط وبلاوي زرقاء، ازاي يعني؟ قنوع قوي للدرجه دي؟ مش عارف يعني. انا عندي راي بس في الحكايه دي، يعني انا شايف انه برضه هو بيتكلم مظبوط يعني. نعم. ما اصل هقول لك، بس ما هو العربون ده برضه حللنا مشاكل كبيره، ما العربون ده مش قليل يا جماعه. يعني انا مثلا ما انا خلصت من زن وفاء،
والحمد لله اتجوزت الست اللي انا بحبها. وانت كمان انت النهارده لو حبيت تعمل شريط النهارده مش بكره، انت هتعمله بالاستوديو بتاعك، مش محتاج اي حاجه من اي حد، صح؟ وانتوا يا جماعه انتوا مش جبتوا عربيتين بدل العربيه بتاعتكم اللي باظت دي ودفعتوا مصاريف المدارس بتاعت العيال ولسه باقي لكم برده خميره حلوه يعني من العربون، يعني مش عارف يعني انا شايف انه ملعون ابو الفلوس اللي توصلنا للمرحله دي ولا توصلوا منا للحاله اللي هي فيها دي، ملعون ابو الفلوس. نعم مفيش، انا بقول ملعون ابو الفلوس. ملعون ابو الفلوس؟ انت اتجننت؟ هي تقع هي تقع ايه؟ لا ده انتوا اتهبلتوا، الفلوس دي لو ما جاتش احنا حياتنا كلها هتتدمر. ايه؟ انتوا تاخدوا امكم كده بايديها وتودوها المحكمه تشهد بالعافيه، مش بمزاجها على فكره، انا مش فاهمه انتوا ايه البرود اللي انتوا فيه ده؟ ما تتنحرروا كده. ايه يا تقع؟ انت ازاي تكلمينا بالطريقه دي؟ وازاي تتكلمي على ماما بالشكل ده؟ انت اتجننتي؟ بلا اتجننت بلا زفت، دول 300 مليون جنيه مش 5 جنيه على فكره، ها؟ مش 2000 جنيه، مش مرتب موظف يعني، 300 مليون جنيه يا جماعه. انتوا مش سامعين الرقم؟ ها؟ سامعينه ولا مش سامعينه؟ انا مش مصدقاكوا، يعني انتوا خايفين على امكم قوي؟ ها؟ فاضل لها كام سنه يعني؟ كام؟ سنة؟ سنتين؟ بس بتقولي ايه؟ بس انت بتخرفي. بس انت عمر، عمر انت مش بتفكر فينا؟ ها؟ مش بتفكر فيا خالص؟ مش بتفكر في ولادنا؟ طيب مش في مستقبل وفي حياة؟ احنا بنينا حياتنا على كده على فكرة، ها؟ وانت ايه؟ انت مش لسه متجوز؟ وعيالك وبناتك هتعمل ايه في بناتك؟ هتجوزهم منين؟ انت طبعا مش فارق معاك، انت اصلا ايدك في ميه، انت اصلا مش في دماغك، مش كده؟ خافوا على امكم بقى، خافوا عليها قوي، قعدوها جنبكم كده، ها؟ احنا كلنا مش مهم، ولا مستقبلنا مهم، ولا حياتنا مهمه، امكم هي المهمه. بس بقى بس، وتفضلي خشي جوه. هدخل يا عمر، حاضر، بس افتكر اللي انا قلته دلوقتي، ماشي؟ افتكر، انتوا كلكوا هتخسروا، محدش فيكوا هيوصل لحاجه، وبقول تقى قالت، ولما نخسر بعض كلنا ابقوا افتكروا، ماشي؟ اوعى بقى، خلي امكوا تنفعكوا، ها؟ حنطوها جنبكوا، حنطوها كده، خلوها جنبكوا، قعدوها فاضل لها كام سنه يعني؟ سنه؟ سنتين؟ معلش انا اسف يا جدعان، معلش بس تقع يعني بقى لها فتره اعصابها تعبانه قوي وهبه منها يعني تقريبا لسعت، انا ما بقتش عارف اعمل معاها ايه. طب العقل كده، حتى لو ضميرها نايح عليها واستحرمت انها تقول ان القمضه دي مش قمضتها، يوم المحكمة مش هتقدر تنطقها. هتبص في وش حيلها ازاي؟ ده عيالها كانوا يهبشوها. طب تصدقي بالله لو انا عيل من عيالها اقسم بالله ما عتب لها بيت. ده هي قدام عينيها شايفة عيالها اللي نفسه يغير عربيته واللي يعمل له شركة واللي يغير شكل حياته. تيجي هي بقى بمنتهى البساطة تهد كل ده عشان خاطر كلمة. شوف انت عاشرت الست دي قد ايه واتجوزت بنتها وحجيت معاها، انما برضو انت ما تعرفهاش. وانت يا اختي بقى اللي فاهماها وعارفاها. انا عمري وجهة نظري في حد ما خيبت ابدا، من بصة كده اجيب قرار اللي قدامي، وقرار الحاجة صفية دي بيقول لي انها مش ممكن تقبل بموضوع التزوير ده. تعرف مهما ضغطت عليها بكلام زي اللي انت قلته من شوية ده، هتسمعوا من هنا وتخرجوا من الناحيه الثانيه. الله حيلك ايه الفال الاسود اللي انت بتقوليه في وشي ده؟ الله، حقها تبقى مصيبه لو راحت وقالت ان القمضه دي قمضتها، دي تبقى دمرتنا كلنا. انتوا عايزين الحاجه صفيه تنكر قمضتها؟ دي لازم يتدخل لها من سكه تانيه خالص.
اللي زي الست دي محتاجة تطبطب عليها وتاخدها على حجرك وتدخل لها مدخل تاني خالص. وإيه بقى المدخل التاني يا فلحة؟ هروح لها. تروح لها فين؟ الله، هو أنت مش قلتلي إن هي تعبانة؟ خلاص زيارة المريض واجب. واجب مين؟ بقول لك قلبت على عيالها وخلت منيرة تطردهم برا البيت، تقومي تروحي لها أنت. اخرج من أنت بس ومالكش دعوة، أنا هروح لها. هبلت دي ولا إيه؟ مين عارف؟ ميل ازيك يا منيرة؟ نعم. حاجة صفية موجودة؟ ليه؟ عاوزاها في كلمتين. انا بجاحة زي كده وان انا ما شفت. انت مالك ومال الحاجة صفية؟ بنت خالتك، بنت عمتك، امك، عايزة منها ايه؟ ما تستهدي بالله كده في قلبك وتقولي اهتديت. انا عايزاها في كلمتين فيهم خير ومصلحة للكل. انت هيجي منك مصلحة؟ يا بحدايه ترمي كتاكيت؟ عايزة ايه من امي؟ يا اختي حلوة، بقى بعد الزيتون والليمون اللي كنتي بتخلليه بقيتي تعرفي تردي وتصدي؟ خير، في ايه؟ عاوزاكي في كلمتين يا حاج. امي صاحبة مرض، مش حمل لدك وعجنك. عيب يا منير، خلي الضيفه تتفضل. اتفضلي يا بنتي. انا مش عارفه اتجوزها على ايدي والنعمه ده انا احلى منها. والمصحف ده على عيني، والمصحف ده على عيني، ان كل كلمه انا هقولها لك النهارده حصلت بجد. انت بتحلفي على ايه يا بنتي؟ فاكرة حاجة لما جيت لك من كام شهر وقلت لك إن أنا عاوزة أشتري حتة من الأرض بتاعتك بتاعت الإسماعيلية؟ طبعًا فاكرة. أنا لا كنت عايزة أشتري ولا كنت عايزة حاجة. أنا جيت لك بس عشان كنت عايزة أتأكد إن خالد اتكلم معاكوا في بيع الأرض ولا لسه. وبعدين؟ والمصحف ده على عيني، والمصحف على عيني. خالد الله يجازيه بقى، هو والمحامي كانوا عاوزين يشتروا منكوا حتة الأرض بتمن بخس، ما يجيش عشر تمنها، وهم عارفين بعد كده هيبيعوها بكام. لولا انا اللي وقفت لخالد وقلت له انا لا يمكن اقبل بقرش حرام يدخل عليا في البيت لا انا ولا عيالي، ولما حب يضحك عليا وقال لي انه عرفكوا سعر الارض الحقيقيه حبيت اتاكد بنفسي، ولما برضه اتاكدت انه كذاب اجبرته انه يقول الحقيقه، وقلت له لو ما قلتش الحقيقه انا هفضحه قدامكم. طب فاكره يا حاجه لما كلمك في التليفون وقال لك اجمعي الولاد كلهم عشان عايزه اتكلم معاهم؟ فاكره الليله دي كانت ليله ما جيت لك انا هنا. طب يعني هي برضه انا مش فاهمه، انت بعد ما سطرت عليه المده دي كلها جايه تفضحيه قدامي ليه دلوقتي؟ عشان انا ست حقانيه، وعشان بعرف الحلال والحرام، وعشان كل كلمه انا جايه اقولها لك النهارده انا هشيلها في ذمتي. ربنا نور بصيرتك كمان وكمان، بس ما تاخذنيش يعني. انا لغايه دلوقتي مش عارفه انت جاني ليه. جايالك عشان عارفة الهم اللي انت شايلاه على كتفك النهاردة، هم شهادتك قدام المحكمة. لو حبيتي ترجعي حق عيالك هتشهدي شهادة زور، وإن شهدتي قدام المحكمة إن دي أمدتك فعلا هتضيع حق عيالك. طب يعني ما تأخذنيش، انت نازلة من بيتك وجانب المشوار عشان بس محموقة على الحق مع انه ما يخصكيش؟ انا زي ما حلفتلك يا حاج، انا كنت معاكم في الموضوع ده من اول لحظه، ومش عاوزاكي تنسي ان انا السبب في انكم تعرفوا سعر الارض الحقيقي. طب معلش يا بنتي ولو انها تقيله مني شويه، انت يعني جايه عشان تحسسيني ان انت ملاك قوي كده؟ ما حدش ملاك يا حاج، انا عايزه اخدك اوديكي للشيخ اللي ربنا هداني على ايده، تقعدي تتكلمي معاه يمكن يهديكي وينور بصيرتك، تعرفي الصح من الغلط والحلال من الحرام، ويساعدك تاخدي القرار السليم اللي يريح قلبك، ايه رأيك؟ رأيي ايه؟ دي عايزة رأيي. طبعا، انت بس خدي منه ميعاد وانا اجي معاكي على طول، وكتر ألف خيرك. خلاص، هكلمه واخد ميعاد واكلمك على طول.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم. متشكرة يا بنتي. كانت عايزة ايه شريفة دي يا ماما؟ خلاص بقى يا منير. طب ثلاثة بالله العلي العظيم، لو ما كنتش تقولي كانت عايزة ايه لتبقى زعلة وكبيرة كمان. كانت جاية عشان تكسبني ثواب. دي؟ يعني خالد قال لها ان انا بطلع حاجات لله. وبعدين بقى قولي لي، هو الواحد لما يطلع حاجة بإيده اليمين مش مفروض ما تعرفش إيده الشمال؟ اه طبعا ده يبقى حرام. طيب اعتبري نفسك بقى إيد الشمال. يلا يا حبيبتي، انت مش كنت هتعملي لي شوربة خضار عشان تعشيني بيها؟ يلا بقى روح شوفيها. ايه يا ماما؟ ايه اللي مصحيكي بدري قوي كده قبل الفجر؟ حاولت انام ما قدرتش. طيب ممكن ما تفكريش في اي حاجه عشان خاطري، والله العظيم صحتك اهم حاجه عندنا. وانت ما بتفكرش؟ واخواتك ما بيفكروش؟ هي وفاء هنا صحيح؟ نايمة في أوضة منير. أنا مش فاهم وفاء دي عايزة إيه. جت عشان تتأكد إن كمان ما كانش بيضحك عليها في موضوع الأرض، وديها اتأكدت وعرفت إن موضوع الأرض خلاص خلص. تمشي بقى. وهو الموضوع بتاع الأرض يعني خلص بجد؟ آه يا ماما. خلص خلاص. أنا بالنسبة لي خلص خالص. على فكرة أنا لغيت كل الحاجات اللي لها علاقة بالشركة. هو قلت لسلمى خطيبتك؟ لا يا ماما لسه، بس هقول لها. ما تقلقيش، والله العظيم احنا زي الفل اهو. يلا يلا بقى تصبح على خير. يلا يا ست انتي اطلب لي ابن عمك، كلم ايهاب قول له ان انا عايز اشوفه. ليه يا ماما؟ انتي اكتر واحده عارفه ان ايهاب راكب دماغه. معلش كلمه دلوقتي، قول له ان انا عايزاه يجيني على طول. دلوقتي؟ اه احنا الفجر. انا عارفه انه مش نايم، مستحيل يكون جاله نوم. حاضر يا ماما. حاضر. ألو. اتفضل. هي مستنياك جوه.
يوسف كان مستعجب يتصل بيك في ساعة زي دي، بس أنا قلت له مستحيل تكون نايم، لازم برضو دماغك بتودي وتجيب زي وزي ولاد عمك. فعلا يا حاجة ما كانش فيه نوم، الليلة كانت صعبة جدا. طب ما تيجي يا ابني نسهل الحكاية على بعض، وبلاش العند اللي يورث الكفر ده. ولاد عمك ما عادش قدامهم غير ان انا اروح المحكمة انكر امضتي، مش عشان الفلوس، لا ده عشان انت بس ما تاخدش ولا مليم. مفيش غير واحد عاقل فيهم، قال لي ما نتفاهم مع ايهاب تاني يمكن. انت جايبني هنا يا ولاد عمي عشان تطلبي مني اتنازل تاني عن القضية واخد كام مليون لو ما عرضوهم عليا، مش كده؟ لا، تتنازل عن القضية ويبقى نصيبك قد نصيب أي ولد من ولادي، أكن يعني خلفت أربعة مش ثلاثة، ويعلم ربنا أن أنا عداك واحد منهم. أنا هعرف أقنعهم بالحكاية دي، وكلام تاني في سرك ما يعلمش بيه أي مخلوق، نصيبي أنا هتنازل لك عنه. أنا ست كبيرة مش محتاجة فلوس، أنا محتاجة بس أشوفك أنت وولادي مع بعض في أحسن حال، مش بتقطعوا بعض في المحاكم ومجرجريني أنا كمان عشان أكمل. هتتنازلي عن نصيبك يا حاجة؟ وكتاب الله ورحمة عمك، أنا ما بقولك أي كلام. عارفة يا حاجة، أنت أكتر واحدة صعبان عليا في الموضوع ده، عشان أنت ست طيبة ولاد عمك طيبين وانت كمان طيب، بس حمايا مش طيب. الناس في العالم اللي بره مش طيبين زي ما انت فاكره، العالم اللي بره غير العالم اللي انت عايشه فيه يا حاجة. الفلوس دي من حقي عشان اقف وسط العالم ده، عشان اقف وسط العالم دي، وانت عارفه كويس قوي ان هو حقي. ازاي يا حاجه تتنازلي عن حاجه مش بتاعتك؟ ازاي؟ لا، الفلوس دي حق اولادي، وانت عارف كويس انها حقهم، وان انا لو رحت المحكمه انكرت امضتي انت مش هتاخد ولا مليم. هتنكري انها امضتك؟ هعمل كده. انت ست طيبه قوي يا حاجه، وانا مقدر الضغوط اللي عيالك حاطينها عليكي ولسه هيضغطوا عليكي اكتر، بس انت ما تعمليش كده، او بمعنى اصح ما تعرفيش تقولي غير اللي حصل فعلا وبس. اللي حصل انت ما حضرتوش ولا ولادي حضروه، انا بس اللي حضرته، وعارفه نيه حسن وعارفه نيه ابراهيم، لا ده كان بيبيع ولا ده كان بيشتري، وان كان لازم عشان ارجع الحق لاصحابه اقول كلمه هقول، حتى لو كان كده. بس يا حاج لما تقفي قدام القاضي وترفعي ايدك وتقولي والله العظيم اقولي الحق، بعدها مش هتقولي غير الحق، والحق ده انا عاوز اسمعه منك في المحكمه بعد اذنك.